السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ ان شاء الله النهارده هيبقى عندنا سؤال اللي هو بسببه فتحنا توبيك الداتا ابستراكشن، اللي هو السؤال لو عندنا بروبلم وسوليوشن ازاي نفكر فيه. يعني سامري، مش هنخش في كل تفاصيل دلوقتي، ده موضوع الكورس بتاعنا، بس هنتكلم هنا سامري، ايه الحاجه ازاي نفكر. طيب احنا لو عندنا داتا تشالنج ازاي نحل المشكله دي؟ خلينا نبدا نسبليت البروبلم بيزد على الداتا لير. اوكي، طيب لو افترضنا عندنا فيو لير، يعني في مشكله في فيو لير، اعرفها ازاي؟ خلينا نقول ان في يوزر عايز يضيف او يشيل او يكريت نيو ريبورت، دي منطقي، دي اليوجوال بتاع هو فيو لير، محتاج تعمل نيو ريبورت خلاص، مش محتاج تتاتش اللوجيكال لير ولا الفيزيكال لير، انت بس هتروح تعمل له كويري جديده، سيلكت الداتا دي وتسيفها از نيو ريبورت وتبعتها لليوزر، ده منطقي. طيب الحاجه الثانيه، طيب نفترض ان انا عندي يوزر في مشكله، خلينا نقول ان انا عايز في ميسنج سورس او في داتا مش موجوده وعايز ازود حاجه او عايز اعدل حاجه في الاستراكشر بتاع التيبل او السورس بتاعه، فهنا احنا دايركت دي ليها علاقه بايه؟ باللوجيكال لير. طيب هل اللوجيكال لير ليها علاقه بالحته دي بس؟ لا، اللوجيكال لير. طب نفترض ان عندي ريبورت، خلينا ناخد المثال ده مهم جدا، عندي ريبورت، الريبورت ده بياخد وقت طويل عشان يرن، واليوزر طبعا بيشتكي، عايز ده بياخد قرارات مهمه وعايز يرن بسرعه. طيب هنا الـ النقطه دي قد يكون ليها علاقه باللوجيكال لير. ليه؟ مثلا ممكن عندي شويه جوينز كتير جدا في التيبل ده وعايز ريبليس جوين دي بحاجه اسمها ماتيرياليز فيو، بس خلينا بنيو تيبل في كل الجوينز دي، فهنا ده قد يكون حل. بس خد بالك ان احنا هنا بنقول بيرفورمانس في اللوجيك، اللوجيكال لير هنا ما بنتكلمش على ستريمينج داتا، يعني مش بتكلم ان عندي سورس سيستم ستريمينج واعمل له ريبورتنج على ستريمينج، لان دي من اللي بتنفولف احيانا الفيزيكال لير دايركت. هنا بتكلم عندي ريبورت جاهز بياخد وقت طويل وانا عايز ان انا الريبورت ده ارنه بشكل اسرع، هعمله ازاي؟ انا احنا بنقول داتا ممكن من ضمن الحلول مثلا تريديوس الجوين، ممكن مثلا انا اعمل له اندكسنج. المقصود اقول ان هنا في تاتش بيحصل في اللوجيكال لير عشان احلها، والتاتش ده قد يكون ليه علاقه ان انت تعمل نيو تيبل مثلا او نيو ماتيريالز فيو، او انت مثلا لا تجهز له تعمل اندكسنج، او تفكر انك ازاي تقلل الجوينز، او انت ممكن تكاش له شويه داتا، ايا كان الحلول دي. بس هنا بنتكلم امتى هتاتش اللوجيكال لير. طيب حاجه كمان ودي ناس ممكن تستغربها جدا، ممكن ان انت مثلا انا شفت قبل كده مشكله كنت بعملها انلايزنج، ودي من اكسبيرينس مش حاجه يعني نظريه، في تيبل كل الداتا كان عندي كولومز في حوالي 23 كولوم مثلا نفترض كمثال، مش عارف اشمعنى 23 بس 23، وكلهم عاملين فارتشار 255 او سترينج يعني. بعد كده ببص كده على الداتا لقيت ان الداتا اصلا انت، ولقيت حاجات فلاجز ويس اور نو وحاجات بوليان، يعني لقيت ان في يعني هدر كبير جدا في الداتا، وبالتالي لما بيجي الانجن بيسلكت الداتا دي او بيعمل كاستنج او بيعمل شويه تعديلات في الداتا، وهو بيجوينز بيحصل مشكله، او بيحصل مثلا انت بتجوين على كي سترنج مع انتجر، ساعات بيحصل كاستنج او بيحصل مشكله. فقد يكون الحل انك تعدل بس تايب بتاع الداتا، مش بقول هي دي جنرال كيس، بقول ان ممكن تكون دي مشكله، بس في الاخر هتاتش اللوجيكال لير. طيب نيجي بقى لاخر حاجه الفيزيكال لير، طب امتى هنتاتش الفيزيكال لير؟ طيب خد بالك قبل ما نبدا نتكلم فيزيكال لير، تاتش الفيزيكال لير دي اكسبنسيف، يعني مش اي مشكله هتروح للفيزيكال لير، يعني فكره انك الفيزيكال لير دي انت رايح تعمل كارثه، يعني حاجه كبيره قوي، يعني ما بتتعملش بين يوم وليله، مش واحد بيصحى الصبح لقى مشكله بتاتش الفيزيكال لير، يعني في شركات بتاخد الديسيشن بتاعها في سنين وفي شهور يعني الديسيشن بتاخد كتير تاتش اللير دي، اوعى تاتش اللير دي بسرعه، يعني خلي يعني حط كل الحلول في اللوجيكال والفيو، لان الفيزيكال مش بس هي كوست فلوس كوست وقت، هي ريسكي اصلا، يعني اساسا ما بتحلش، مش شرط تحل المشكله، وهنقول ليه بعدين يعني. طيب فلما نبقى عندنا امتى تتشار امبوسيبل نحل المشكله بتاعتي عن طريق اللوجيكال او الفيو لير، طيب ساعتها ايه الحل؟ محتاج اتاتش الفيزيكال لير. طيب ممكن تكون المشكله ان انا محتاج ان انا ما هدش الدنيا، بس محتاج ان انا مثلا اعد حاجه في الاستورج، مثلا محتاج اعد حاجه في الكومبريشن، اعد حاجه في الاستراكشر، اعد حاجه في الاكسس تكنيك. بس خد بالك ان كل واحده من دول ليها تفصيل كتير جدا، احنا مش شرط حتى نخش في كل تفصيل في الكورس ده، بس محتاج تعرف ان كل تفصيل في الفيزيكال لير هنا قد يكون ليه يعني عواقب تانية او تو باكس يعني.
حاجه كمان ممكن اعدل اصلا الاورينتيشن بتاع الاستراكشر بتاع الداتا، يعني ممكن مثلا اعدل من رو لكولومز كي فاليو، ممكن اعدل اصلا ستورج تكنيكس. هتقول لي طب ده ممكن يعدل، ما ده كان ممكن يافكت اللوجيكال. اقول لك اه احيانا، واحنا طب احنا قلنا قبل كده الداتا استراكشر ما بتافكتش اللوجيكال لير، بس انت لو هتعدل الليفل ده بالشكل ده انت اصلا ممكن تضطر تغير حاجات في اللوجيكال احيانا، ومش دايما بتعمل كده. ممكن من تروح من رو داتا بيز لرو داتا بيز. نفترض واحد استخدم اوراكل نفترض وراح ل مرايا دي بي او ماي سيكوال، انت فاخر في نفس الداتا بيز، بس مثلا واحد بيستخدم مثلا ماي سيكوال وراح لريدس مثلا كي فاليو او وات ايفر يعني، او راح مثلا لكاساندرا، في الاخر في تغيير هيحصل في اللوجيكال اكيد. ففي الحته دي احنا كده خلصنا الداتا ابستراكشن اللي هي، واللي عايزين نلخصه في الموضوع هو ان دايما لما تيجي تتاتش المشكله محتاج تعرف في مشكلتك. انا هنا في تفاصيل كنا محتاجين نقولها في الفيزيكال لاير بصراحه، بس احنا لقينا ان الفيديو هيطول والكورس هيطول، واحنا محتاجين نليمت الكورس. هنحط ماتيريال اكتر تقرا عن الفيزيكال لاير عشان دي فيها تفاصيل كتير جدا. اللوجيكال لاير احنا هنخوض فيها بعدين، بس برضه احنا ما تطرقناش لكل التشنجز ممكن تحصل. والفيو لاير اعتقد احنا جمعنا الموست كومن كيس. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا نتكلم على الداتا وهيرس، وده بقى هيبقى هنروح لجزء فعلا لكور الكورس بتاعنا. واتمنى ان شاء الله ان يعني جزء الشهر ده يكون واضح وتستمتعوا بالجزء الجاي ان شاء الله، واشوفكم على خير. شكرا، السلام عليكم.